الشاب عز الدين محمد القادم من سوريا والمقيم بتراب المملكة منذ 6 سنوات كان أول من وضع بمكتب الأجانب بعمالة إقليم الحسيمة صباح اليوم طلب تسوية وضعية إقامته، خطوة تأتي مع إطلاق المرحلة الثانية من عملية إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمملكة. هذه شيء أكثر من 6 سنين أنا هنا في المغرب، ووضع تما وهذاك الشيء كان خيب، يعني ما سمحتش لينا نمشيو لتما ولا هذاك الشيء. ودابا الحمد لله دابا نحنا في المغرب ونشكر الله كل شيء مزيان، ودابا كيعطوا لينا هاد الإقامات وهذاك الشيء، يعني سهلوا لينا أمور كل شيء مزيان وعلى خير الحمد لله. أتيت بسبب سوء الحال في سوريا، أتيت هنا لأعمل في المهم أتيت لأعمل هنا ورأيت العمل هنا جيدا رائع، والناس والشعب ليس عنصري، شعب جيد، والحمد لله. واليوم أتينا هنا لأخذ الإقامات المغربية، ونشكر الملك محمد السادس. هذا وعبأت المصالح المعنية بهذه العملية بعمالة إقليم الحسيمة الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة حتى تمر في أفضل الظروف، على غرار المرحلة الأولى التي انطلقت عام 2014 وسجلت نجاحا كبيرا على مستوى اندماج فئة المهاجرين في المجتمع المغربي. اليوم جينا لنا على سبب جينا الحسيمة على سبب الأوراق، يعني على سبب نمشي على شي سبيطار على شي حاجة يكون عندنا أوراق، يعني على سبب المشاكل ما مشاكل خلي يكون عندنا أوراق. يعني نشكر محمد السادس بزاف، يعني الله يطولنا في عمره. انطلقت اليوم المرحلة الثانية من هذه العملية الوطنية على مستوى إقليم الحسيمة في ظروف جيدة، وفي هذا الصدد فقد تم فتح مكتب خاص وتعبئة جميع الموارد وجميع الوحدات الإدارية بالإقليم لإنجاح هذه العملية على مستوى إقليم الحسيمة. للتذكير، فعدد المسجلين في المرحلة الأولى من العملية التي تمت عام 2014 على مستوى مدينة الحسيمة بلغ 53 طلبا، ضمنهم 34 من الذكور و7 من الإناث، حيث تم قبول 49 طلبا بنسبة استجابة تقدر بحوالي 93%.